أخبار اليوم. عايشة مرض طيب بالبطارية دي 3 سنين على تكلم تتكلم 2008. اسمك ايه؟ زعايا يا رحمة. انت روحتي مدرسة يا رحمة؟ ها؟ في سنة كام؟ مفروض في سنة كام؟ انت هي عندك ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ ها؟ ليك وجعاكي وانت ما بتقدريش تتحركي خالص؟ ها؟ خالص ما بتقدريش تقول ولا اي حاجه؟ ما تتحركيش خالص. انت رحت للدكاتره قالوا لك ايه؟ مفيش حاجه. ما قالوكيش عندك ايه ولا اللي انت مصابه بيه ولا حاجه؟ انت في المدرسه هنا في المنطقه ولا في حته بعيده؟ انت دلوقتي يعني عملت اجازه من المدرسه ولا ايه؟ لا المفروض كانت تحلف. فين والدها حضرتك؟ المفروض تتعرف بس ليك الاول. اصلا حضرتك والد اسمها مروه؟ رانا. رانا رحمه. والد رحمه. ايه قصه رحمه؟ والله من 2008 كانت اشتكت من الليها فجريت وعملت لها الجواز وبقت حلوه وبتجري وبتاع. فجاه لقيناها حطت مره واحده. لفينا بقى دكاتره خاصه على مستشفيات اهمال يعني كده اللي بيحصل ما فيش نتيجه. ما حدش عارف حالتي. بتشتغل ايه حضرتك؟ انا على باب الله ارزقي. لا انا على باب الله ارزقي يعني انا المفروض معايا رخصه خاصه بشتغل يوم كده يوم كده. ما فيش حاجه ممكن اطلع اشتغل مع اي حد. طب والدكاتره قالوا لك عندها ايه يعني؟ ولا اللي يقول لك مراتزم واللي يقول لك مش عارف حاجه تاكل في العظمه تعرف. ما حدش مديني وعد نافع. اشاعات كنت بروح اعمل اشاعات. استلفت من الدنيا كلها عشان اعمل اشاعه رنين ب 1200 جنيه يعني. ما خليتش سبحان الله يعني ما خليتش حاجه في جهدي ليا لدرجه في حاجات في البيت انا بعتها. ما فيش ما حدش عارف سوى ما حدش عارف. انت معاك ولاد غير حد؟ انا معايا رنا كبيره ومعايا رحمه ويوسف وفرح. ما شاء الله الله يخليك. ما فيش اخر حاجه احنا كنا مع الدكتور احمد محمود القديمه وديناها المستشفى بقوا يدخلوها عمليات يفردوا لها بالجبس شويه وتقعد شهرين. يجي نخش نفك الجبس ويفردوا لها رجليها ما فيش لغايه ما مرضى راحت الفرش مسك رجليها ظهرها. الجبس كان حامي قطع رجليها من هنا لقى رجليها مقطوعه. حتى بس الدكتور يقول لي الدكتور يقول لي انا هعمل لك ايه؟ ده كانت بدايه الجبس وفي ظهرها كمان هنا. لو انا وريتك في ظهرها هتلاقي المؤاخذه راح الفرش. الناس ولاد حلال جابوا لنا مرتبه اللي هي فيها بس لما الكهرباء كانت بتقطع على طول كانت بتلاقيها اضطرينا نشيلها. لغايه ظهرها حتى اشتكيت في المستشفى للدكتور قال لي اعمل لك ايه؟ ازاي تعمل لي ايه للطفله يعني؟ في جرح ازاي تجبس عليه؟ المفروض ما تجبس هي تغطي الجرح. يا قال لي اعمل لك هنا هو كده. قالوا اعملوا جهاز. عملت جهاز ب 2200 جنيه. ما عملش حاجه. روح مش عارف طلب مني جزمه اللي هي عاليه واطيه رحت عملتها في العتبه ارض شريف 400 جنيه ولا عملت حاجه يعني اي حاجه تقول. هي القضيه بقى لها كام سنه كده؟ من 2008 على كده. وانت يعني طبعا وانا بجري حتى اوراقها كلها في القصر. الاشعاعات بالاوراق يعني ارشيف اوراق دي. يعني ما فيش اي دكتور عارف حالتها وقال لك عندها ايه بالظبط؟ لا ما فيش. احنا اللي شغالين مع الدكتور احمد ده عظام. مفيش. رحنا لهشام حموده في رابعه وصفه لنا كان بيديها ابره كل 15 يوم. الابره دي ب 4000 جنيه. اول مره قال لك ابره ب 1500. مشكورا كان الناس بيدوها لنا تبع التبرعات اللي هي تبع الجامعه. فجه وقف قال لك ما اقدرش اديكوا تاني عشان ايه التبرعات قلت. في ابره ب 4000 جنيه انا معيش. انا هجيب منين 4000 جنيه عشان اديها ابره كل شهر؟ طبعا ما باليد حيله. جينا قعدنا بقت تحط تاني اروح لاحمد محمود واجيب اسعاف. انا ما بروح اوديها للدكتور بجيب اسعاف رايح جاي. ما بتشيلش يعني لازم يجيبوها على البتاع ده بتاع السرير ده ويرنوها للدكتور ويستناني لغايه ما اخلص ويجي يجيبها لي هنا. برضه القصر كذلك اجيبها واوديها برضه نفس الوضع. الاسعاف تستناني طبعا بتعد ساعه ب 50 جنيه ولا ب 100 جنيه عشان اوديها واستنى. لو هعمل حاجه ومش هيعملوا لي حاجه اروح دافع له 500 جنيه 600 جنيه وانا واقف. الاسعاف؟ امال ايه؟ الاسعاف بتجيلي هنا ب 100 جنيه عشان توديني القصر. طب اعمل ايه؟ كنت بضطر اخليهم يجبسوها واقول له طلعها.
فانا خلاص يعني انا خلاص هي سلمت امرها لله على كده وانا برضو سلمت امر لله على كده. لا لا ان شاء الله. لا يعني انا سلمت امر استعوذت ربنا بقى قلت هو اللي جايبها وهو اللي عايز كده وهو اللي رايك كده بيده يشفيها وبيده يخليها هو ما اقدرش ما اقدرش ادخل في شؤون ربنا. فانا راضي بربنا والحمد لله وحكم على كده. ان شاء الله. بس يعني انا الحمد لله انا عندي اختها الكبيره بتغم بيجي لها اغمى وهي واقفه كده الاخرى عندها كهرباء زياده برضه لفينا فبرضه بقول الحمد لله على جبر ربنا. الحمد لله لا بس. ان شاء الله ربنا يوصل. فطالبين من ربنا بس ان يعني حد يبص لنا بعين الاعتبار لطفله زي دي نفسها تعيش ايامها. انا بادئ بقول يا رب اللي فيها يجي فيا انا خلاص شبعت من الدنيا مثلا او كبرتهم فبادئ من ربنا بس ان لما بتيجي تروح عند جدها هناك ما بترضاش بتشوف صحابها مؤاخذه تشوف البنت فايره وهي يعني ما بترضاش تخرج من هنا يعني ما حضرتش فرح خالتها كانت دخلته دخلت خالتها يوم الاحد ما حضرتش قعدت في البيت اضطرينا نقعد معاها بعد تخد بعد تختها الكبير ما بتمشيش خالص ما بتمشيش العجله بص انا العجله مثلا يعني بص حضرتك العجله نعمل لها خشبه بس بحيث انها تسند رجلها بس يعني دي انا عامل لها العجله دي برضو ولاد حلال في المدرسه عندنا النظره مشكوره له جابتها لها جت لها مرانا قالت لها تعالى يا ابو رحمه جابت لها العجله كانت بتشيلها راحه جايه على الكلاس يعني لما تروح المدرسه بتشيلها وتروح كده تشيل دي انا يوم والدتها يوم كده يعني ف والله احنا سايبين على الله بقى انا بقول يا رب والله العظيم انا قلت لا ما لا 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 بص يا جاب بظروف هي الحمد لله الحمد لله ويمكن ربنا يجعل اخبار اليوم سبب يا رب في ان حد المسؤولين يا رب احنا طالبين بس يعني يرجع لكم البسمه ويرجع لكم هي دي شغلتها كلها علاج طبيعي اللي انا حاسس بيه وعايزه فيتامينات ان انا انت لو شفت ظهرها مش هتطيق تشوف ظهرها انا جايب لها علاج قد كده بعد كده ما تحاولش تنام على جنبها مثلا ما لو نامت بقى انا ما ما يعني متقعدش لو هتتعبها بدأ مثلا لحد ما بقى عندها كام سنة يعني ايه بدأ الموضوع ده بدأ بقاله كام سنة؟ ما من 2008 كانت هي ساعتها عندها في سنة رابعة وبقت لا مؤاخذة اشيلها على الظهر لغاية لا مؤاخذة ما جالي برضه انزلاق غضروفي من كتر الشيء. طب ما كانش في أي أعراض جات لها قبل لا هي لا مؤاخذة سخنت بس ولقينا لا مؤاخذة من عند رجلها ورا كده بدأ يبقى عامل زي البرتقالة رحنا بيها القصر العيني يمكن 3 مرات حجزت وعملت عمليات في رجليها وضلت رحت برضه بنها الجميع مستشفى بنها الجميع حجزت شهر برضه بنتي رجعت يعني زي ما حضرتك شايف مفيش تحسن ولا اي حاجه خالص انا بس بتمنى من ربنا ان هي تمشي بس يعني بتمنى من ربنا ان هي تمشي مش اكتر ولا اقل مش عايزه حاجه غير ان بس اشوف بنتي بتمشي على رجليها وانت كنت بتوديها المدرسه وبتستنيها لما تخرج بس انا لما تخرج وبعدين الصراحه النظره ما شافتني كده ولما لقيتني تعبانه جابت لي لما اخذ الكرسي دوت بس برضه يعني ما لقيناش رحمه ان في فايده لما اخذ فيها حتى لما اخذ الكرسي تيجي تقعد عليه بتصرخ وتصوت وتعيط لازم برضه حد يشيلها لدرجه ان ما بنخرجش اصلا من البيت ولا هي بتخرج اساسا حتى لما بروح شغل واجب ابقى قلبي واكن عليها بخليها لما اخذ التليفون جنبها عشان كل شيء اطمنها بس ده لما اخذ طلبوه مننا مستشفى الجامعي اللي في بلد رحت عملت الكرسي دي فرده ثانيه يمسك ده على طول يمسك وسطها ده كله صوت وبرضه ما بتمشيش لا عملتوه صرخت لما لبسنا برضه حتى الدكتور لبسه لها هناك صرخت ليه؟ يعني قال لك دي؟ قالت لي ايه؟ صرخت صوت داخل في عظمها هي ما بتستحملش حد يلبس ليها هو ما قال لي اعمل تجريد وربنا يعلم استلفت فلوسه منين وعملته وجينا رجعناه شديد ها؟ انت يعني قولي الحمد لله هترجع المدرسه وهترجع المدرسه ان شاء الله وهتلعب مع اصحابك ما تعرفيش لا ما تعرفيش خليكي حلوه كده خليكي زي بابا كده عندك ايمان بربنا وتقولي الحمد لله رب العالمين وان شاء الله يا بنتي ربنا يشفيك ان شاء الله كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي